السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا نشوف هنعمل ايه النهاردة. احلى حلى هنعمله النهاردة بالبسكوت والكريمة وبطريقة سهلة وبسيطة جدا. شايفين الجمال ده؟ حاجة كده زي العسل، ولا فرن ولا شواية ولا اي حاجة، حلى بارد في التلاجة بتعمليه بأبسط طريقة. يلا نشوف المقادير بتاعتنا. عندنا باكو بسكوت، البسكوت ده انا هاخد منه 2 عبوتين منه. تعالوا نعمل مع بعض الكريمة اللي هنحشي بيها الطبقات بتاعت البسكوت. هنعمل الكريم شانتيه بالشوكولاتة، حشوة بسيطة وجميلة جدا وطعمها زي العسل. طبعا اهم حاجة اللبن بتاعك يكون متلج جدا. يلا بينا نسمي الله ونبدأ ونشوف هنعمل ايه. اهم حاجة عندي تكون كوباية اللبن متلجة، ولو احتاجنا نص كوباية من اللبن كمان هنزود. هنجيب بقى البولة بتاعتنا وهنحط فيها الكوباية من الكريم شانتيه، دي كوباية كبيرة. هنحط فيها الكريم شانتيه واللبن مع نص الكاكاو، مش هنعمل الكاكاو ده كله، انا هاخد نصه بس، ومعلقتين السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هيعمل معاكي القوام كويس جدا لما يكون اللبن متلج. لما يكون اللبن متلج معاكي هيديكي نتيجة كويسة. هنحط بقى بعد ما حطينا الكريم شانتيه هنحط الكاكاو واللبن البودرة. هتقلبي كويس لحد ما تعملي الكريمة بتاعتك بالطريقة البسيطة دي. كده تمام، خلصنا كده الكريمة بتاعتنا. هنلمها كده بس من الجناب وتديها ضربتين وتحطيها على طول في التلاجة بتاعتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا احنا عايزين ناكل حاجة حلوة يا ماما، فما لقيتش اسهل حاجة تعمليها وبتتعمل معاكي بمقادير بسيطة جدا، الكريم شانتيه والكاكاو والبسكوت بتاعك. هتحتاجي كوباية من اللبن عشان نسقي فيها البسكوت او نغمس فيها البسكوت ونفرده في الصينية. خلينا واحدة واحدة مع بعض ونشوف هنعمل ايه. كده انا خلصت الكريمة بتاعتي، هحطها في التلاجة. هنا معايا البيركس بتاعي، هحط فيه البسكوت. انا جبت كوباية من اللبن ومعلقة من الكاكاو وقلبتهم كويس جدا، وهغمس فيهم البسكوت بتاعي لحد ما افرد الصينية كلها بالبسكوت. كده تمام زي العسل اهو، شايفين الجمال ده. هتكملي الطبقة الاولانية في الصينية بتاعتك. اول ما تخلصيها بالشكل ده هتطلعي الكريم شانتيه بتاعك من التلاجة، وهتحطي بقى الطبقة الاولانية من الكريمة. طريقة سهلة وبسيطة جميلة كل حاجة. بصي احلى حاجة هتعمليها، هنعمل الطبقة التانية بنفس الطريقة. هحط البسكوت على الطبقة، هكملها بنفس الطريقة، وبعد كده هكمل الطبقة التانية من البسكوت. الكاميرا كانت مقفولة، غطيت البسكوت بطبقة الكريمة وعملت طبقة كمان من البسكوت. هنا معاكي بقى تمسحي الويركس كويس من اي زوايد كده حواليها، وتبتدي تفردي الكريمة من فوق. هنكمل الطبقات بتاعتنا. انا كده دي تالت طبقة هكملها بنفس الطريقة، وهغطيها برضو بالكريمة اللي احنا عاملينها الجميلة دي. هنكمل الطبقات بتاعتنا. الطريقة سهلة وبسيطة خالص، المهم ان انت تمسحي كده الزوايد اللي في البايركس عشان تبقى شكلها كده جميل، تبقى شكلها كده حلو معاكي. هنكمل بقى الطبقة الاخيرة اللي هنفرد الكريمة على البسكوت، هحطها في التلاجة. الطريقة دي هنحطها بقى في التلاجة ونبتدي نعمل الصوص اللي هنحطه فوق الكريمة. انا بشرت مكعب من الشوكولاتة وحطيته على اللبن مع معلقتين من الكاكاو
هنسيح شوكولاتة في كوباية لبن، هتحطي معلقتين من الكاكاو على كوباية من اللبن، وكمان هتحطي معلقتين من النشا. هتقلبي كويس على نار هادية على البوتاجاز. أول ما هتتقل معاكي بالشكل ده هتبتدي تحطيها بقى، ننقلها في البايركس أو في أي بولة عندك، هتنقليها هنا. واللي اتبقى عندك من الكريمة هتحطيها على الشوكولاتة دي، بس أول ما تهدى شوية هتبتدي تحطي الكريمة وهتقلبيها بالراحة جدا، هتلميها كده بنفس الطريقة. هتكوني طبعا حاطة الصينية بتاعتك في التلاجة، هتقلبي كويس ونبتدي بقى نحطها فوق الكريمة بتاعتنا. شايفين الجمال ده؟ حاجة زي العسل طبعا. بالشكل ده الكريمة بتاعتك جاهزة. هنجيب الصينية بتاعتنا ونحط عليها الكريمة الجميلة دي كده. تمام، انا قلبتها كويس، بقت خليط جميل جدا. هنبتدي هنحطها بقى على اخر طبقة احنا عملناها في الصينية. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انا هفضي الطبقة بتاعتي كلها، هفرد بقى الصوص الشوكولاتة على الطبقة بتاعتي كلها كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شايفة بالشكل ده؟ عشان الكريمة او الصوص بتاعك ما يعملش طبقة تقشير كده من فوق، هتحطي عليها جزء من البسكوت المطحون او الكاكاو. انا حطيت الكاكاو ده، كان شكله وطعمه تحفة. بالشكل ده احنا خلصنا الطبقات بتاعتنا وحطينا عليها الكاكاو. هتدخل التلاجة حوالي ساعتين وتطلعيها وتقدمي للولاد بقى، ويعني ادعيلي بقى، اعملي الوصفة دي كده وادعيلي، وصفة جميلة جدا. شايفين الجمال؟ والله كانت طعمها زي العسل. هتبتدي بقى تقطعي القطع بتاعتك، اهم حاجة بتحطي السكينة في مية سخنة عشان تتقطع معاكي بسهولة. طريقة سهلة وبسيطة. يلا بينا بقى هنطلع قطعة كده ووريكي الجمال. كان طعمها تحفة بصراحة، وحلى بسيط هتعمليه في البيت للولاد بأبسط طريقة وأقل مقادير. وأتمنى أكون قدرت أفيدكم بحاجة في الحلقة. يلا بينا نشوف القطعة بتاعتنا شكلها عامل ايه، كأنك بتاكلي جاتوه. جميلة جميلة جميلة، وطعمها حلو قوي. اهم حاجة في الوصفة دي لما تحطيها في التلاجة فترة اطول بتطلع متماسكة معاكي وجميلة جدا. يلا بينا نطلع بقى قطعة منها ونشوف شكلها عامل ايه، وهوريكو شكل الطبقات بتاعتنا عامل ازاي. شكلها جميل جدا، شايفة الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله، يعني عسل، كان طعمها تحفة. اعملي الوصفة دي بنفس الطريقة، هتعجبك جدا ومش هتاخد معاكي طبقات بسكوت كتير. بأبسط طريقة، حاجة كده زي العسل. أتمنى تتابعوني على جميع المنصات، وتحياتي للجميع، ونلتقي في فيديو آخر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.